السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. اليوم فيديو غادي نشارك معكم اخر ما كاين في الجلابه المغربيه بالنسبه للتنبات، وكذلك بالنسبه للراندا، وكذلك خدمه المعلم. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا واحد التشكيله اللي هي رائعه من الجلابه المغربيه، فهي كتستحق المشاهده منكم. فكما كتشوفوا هنا معي واحد الجلابه اللي هي غزال ما شاء الله، كما كتشوفوها معايا فهي دو بياس، وكما كتشوفوها معايا خديمه ديالها اللي هي غزاله، فيها خدمه المعلم، فيها الدريسه ديالها، خديمه ديالها كامله كما كتشوفوها معايا فهي غزاله ما شاء الله كتحمق. ونشوفوا هذا الموديل هذا اللي هو جد هو غزال ما شاء الله كما كتشوفوها معايا، فهي فصله مخزنيه والخياطه ديالها غزاله كما كتشوفوا معايا، الافتتاحات الطرز اللي عندنا في الافتتاحات، يعني الخديمه اللي عندنا في الافتتاحات كي كتبان خديمه هنا اللي عندنا في الستر رائعه ما شاء الله. العقيدات حتى هما كما كتشوفوهم معايا فهي بالقميص ديالها، وهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا حتى هو غزال ما شاء الله كيحمق كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم اللون الاسود، شوفوا الخديمه البنات فهي غزاله ما شاء الله، عندنا الخديمه في الصدر في الكميمات، وكيبقى عندنا هنا العقيدات نص طوق كما كتشوفوها معايا غزاله ما شاء الله. وهذا موديل اخر البنات كما كتشوفوه معايا حتى هو كيجا غزال ما شاء الله، فهاد الجلبات هادو كاملين وحده كتنسيك في الاخرى فهم جلبات غزالين ما شاء الله. جبت لكم واحد التشكيله اللي هي رائعه جدا، فكما كتشوفوا معايا هاد الجلبه هذه فهي بالقميص ديالها، وهنا بالطرز المسوس، ولا كيقولوا ليه الطرز المسوس ولا الطرز المسلول كما كتشوفوها معايا، فهي غزاله وجايه بالطرز في القميص ديالها في الكمام وعند الستر كذلك. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا كيجا حتى هو غزال ما شاء الله، شوفوا الخديمه اللي كاين عندنا في الستر، شوفوا معايا العقيدات وكذلك الطريصه اللي عندنا في اليدين، فهي فصاله هنا مخزنيه القميص ديالها، شوفوا معايا القميص ديالها مخدوم بالراندا، شوفوا معايا الخديمه كي جات غزاله كتحمق ما شاء الله. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا حتى هو جاب واحد اللوينات اللي هما غزالين ما شاء الله كيحمقوا، وشوفوا معايا الخديمه حتى هي كي دايره، شوفوا معايا الخديمه غزاله جايه من الفوق حتى لتحت وفي اليدين، وجايه هنا فصاله مخزنيه كما كتشوفوها معايا. نشوفوا هذا الموديل اللي جا غزال حتى ما شاء الله كما كتشوفوا معايا هنايا، فهي فصاله مخزنيه جلابه دو بياس، وعندنا الخدمه هنايا، وعندنا هنا في الطرز في الصدر وفي الكميمات كما كتشوفوا معايا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هي غزاله ما شاء الله كتحمق. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا حتى هو كذلك بالطرز، شوفوا معايا التوب كريم، هنايا بالخديمه خديمه ديال العقيدات نص طوق، بالطرز كذلك عندنا هنا في الصدر وعندنا في الكميمات، فكيف جاوا الالوان اللي هما غزالين، كاين واحد التناسق ديال الالوان اللي هنا فهنا رائع جدا. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا هذا غزال ما شاء الله كيحمق، في خدمه المعلم اللي هي زوينه وسامبل، وكيف جا هنايا بالطريس في اليدين وفي القبيب حتى هو كذلك، خديمه هنايا غزاله ما شاء الله وسامبل. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر اعجاب. وهنايا جليلبه كما كتشوفوها معايا دو بيس، يعني جليلبه في قلب جليلبه كما كتشوفوها معايا هنا، وبالطريسه ديالها في اليدين وفي في القبيب كذلك، وكما كتشوفوا معايا هنا خدمه المعلم، هذا
ديرها خدمه اليد هذه كما كتشوفوها معايا، كي جات غزاله ما شاء الله كتحمق. عندنا هنا في الصاله مخزنيه، وهذا موديل اخر البنات اللي جا حتى هو كيحمق. شوفوا معايا واحد الخدمه ديال الرنطة مع الشبكه ديال السقه اللي كيجات غزاله ما شاء الله كتحمق. عندنا هنا في اليدين وفي الصدر كيجات، وهذا لون اخر كتبقى نفس الخدمه ولكن كيحمق. هذا اللون رائع 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 جدا. جات واحد الشلاب اللي هي انيقه جدا، شوفوها معايا. وهذا موديل اخر اللي داخل ما بين خدمه المعلم والراندا. شوفوا معايا الراندا الشبكه هي عند الصدر، وخدمه المعلم جايه هنايا في الجنيبات ديال الراندا، وجايه هنايا في القبيب كذلك. وهذه خدمه اخرى كذلك ديال الراندا الصدير مع خدمه المعلم. شوفوا معايا ان هنا في الجناب ديال الراندا خدمه المعلم. شوفوا معايا انا كنقرب لكم فيديو اكثر باش تشوفوا الخدمه كيف دايره. شوفوها معايا غزاله ما شاء الله كتحمق رائعه جدا، فهي انيقه. بالنسبه لوال هذا الموديل هذا فكما كتشوفوه معايا جايه جلابه دو بيس وخدمه ديال الراندا رقيقه وجلابه سوسدي كما كتشوفوا معايا. غزاله ما شاء الله كتحمق حتى هي غزاله. هنا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون كما كتشوفوها معايا، فهي جلابه دو بياس وجايه بالراندا رقيقه وبطريس. هنا عندنا في الكميمات وفي القبيب. وبالنسبه لهاد الجلابه هذه كما كتشوفوها معايا جايه غزال ما شاء الله. شوفوا معايا الخديمه اللي عندنا في القميص مخدومه بالراندا، وشوفوا معايا الخديمه اللي عندنا هنايا الفوق غزاله كتحمق. ومشاو لهذا الموديل هذا اللي جات هو بهذا اللون الازرق الملكي مع الابيض، هو جا غزال ما شاء الله. شوفوا الخدمه ديالو، شوفوا الطريزات هو كذلك غزال ما شاء الله كيحمق. ومشاو لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا غزال حتى هو ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه جاي بالراندا وبالطريسات، الطريسات هنا في جنب ديال الراندا في اليدين وعند القبيب كذلك. وجبت نبات شوفوا معايا واللوين عندنا هنا واحد الميلونج ديال الالوان اللي هما غزالين. شوفوا معايا كي جايه الجليبه كتحمق ما شاء الله. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا واحد اللون اللي هو غزال ما شاء الله. خديمته هي كذلك غزاله كتحمق. شوفوا معايا هنا كيف جايه الخديمه هنايا. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر للجلابه كيفاش مخدومه. مشاو لهذا الموديل هذا كذلك كيجي بخدمه المعلم وبالتنبات ديال الحجيرات. وشوفوا معايا الخديمه ديال العقيدات نص طوق كذلك. اليدين كي كيجوا الخديمه ديالهم كما كتشوفوها معايا هي غزاله. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا حتى هو غزال. شوفوا معايا اللوينات، شوفوا معايا الخدمه، شوفوا معايا التناسق ديال الالوان باش مخدومه هاد الجلابه هذه جايه غزاله كتحمق. جلابه مويه ديال العيد ديال الحضور. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا جيب توب كريب بانداغليضه وبالراندا عندنا هنايا في الصدير مسطوق الراندا حصيره وبالتنبات. شوف كما كتشوفوها معايا جايب القميص ديالها، هي جايه غزاله حمويه ديال الحضور، هي انيقه. شوفوا اللوينات غزاله كتحمق. فكنتمنى الى عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب.
نمشيو لهذا الموديل هذا اللي تا هو جاي بهاد اللوينات هادو اللي هما غزالين كيحمقوا ما شاء الله. واحد الخديمه اللي هي سامبل ولكن جاي واحد الشيء اللي بان ليا زوينه كتحمق. وبالنسبه لهذا الموديل هذا تا هو كيجا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود، شوفوا معايا واحد الخديمه هنايا هي جايه بجليبه دو بياس بالقميص ديالها، والخديمه كيف جايه غزاله حتى هي كتحمق. بالنسبه لها الجليبه هذيك شوفوا معايا واحد الخديمه فيها غزاله كتحمق صراحه. شوفوا معايا القميص ديالها عندها كول طالع، والخديمه في الجليبه الفوقانيه وفي القميص. هنا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. شوفوا اللوينات هنا كتبقى نفس الخدمه فقط الاختلاف في اللون فقط. ومشوا هذا الموديل هذا اللي كيجي بالراندا، راندا حصيره مع التنبات. شوفوا معايا البنيات، شوفوا معايا واحد الخديمه اللي هي غزاله كتحمق. شوفوا معايا الطريزه اللي جايه في الجليبه جات غزاله مويه ديال الحضور. شوفوا معايا كذلك عندنا الطريزه في القبيب، واحد الخديمه جات غزاله كتحمق ما شاء الله. فكنتمنى هاد التشكيلات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. نمشيو هذا الموديل هذا اللي جاي بالثوب مليفه. شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدومه، هي فيها خدمه المعلم وجايه سامبل. هنا واحد الميلونجينا ديال الالوان اللي هي غزاله كتحمق. ومشيو هاد الخديمه هادي كما كتشوفوها معايا، شوفوا معايا الجلبه هادي جايه دو بياس وبراندا وواحد الطريزه اللي هي غزاله كتحمق. شوفوا معايا الخديمه ديالها كي جات غزاله كتحمق ما شاء الله. شوفوا معايا الدريسه في القبيب هنا كيجا رائع كيحمق. هنا كيبقى فقط الاختلاف في اللون. شوفوا معايا باللون الاحمر كيجات، وهنا باللون الابيض او البلون كاسي كما كتشوفوها معايا كيجات غزاله. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب والاشتراك كذلك الى جات على خاطركم اكيد.